يعطيكم العافية. أهلا مسيو. بدي حط عندكم كامل ثروتي. قديش بتعطوا فايدة؟ بصراحة مسيو بهالحالة المديرة بتقرر. ايه ايه المديرة مسز جيسي. مسز جيسي أهلا مسيو. قديش بتعطوا فايدة؟ حسب البضاعة، أمريكانية، استرلينية، أوروبية، لبنانية. لبنانية؟ نحن عادة بنعطي 6.5% بس إلك مسيو 8%. أوكي موافق. نيا شو هيدا مسيو؟ هيدي الليرة اللبنانية جمعت منها طن وعديته طلع 93,000 ليرة، بينما طن الزبالة بوطننا الحبيب ب 255,000 ليرة. انت مطرحي شو بتحطي بالبنك، ليرة لبنانية او زبالة لبنانية؟ قولك يا مسيو شيلن رح تموتنا. خمخموا شوي لان بدهم فرز. على فكرة بدي جمدهم عسنة. يلا فرزوا 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 يلا.